السلام الله وبركاته، كيفكم طيبين؟ معكم مدمر ابو دحمت، عليكم فيديو جديد اللي هو فيديو ما زي ما شفتوا بالعنوان، فيديو اسالني. طبعا نزلت انا صوره بالانستغرام، قلت الشباب اعطوني انكم ما تسال اي سؤال عندك، سؤال يعني غير اسمك، كم عمرك؟ ان هذه اسئله قسم لا تتكرر كثير وبكل مكان، يعني ما راح تستفيد منها بالنهايه. يعني ما قال انا احنا متابعين على بعض وكل شيء، يلا يعني حيهم. طيب نروح نشوف ناخذ على مجال التعليقات او الاسئله اللي جاتنا. كم لك باليوتيوب؟ اليوتيوب انا مسوي تقريبا من 2015 الظاهر، اي من 2015، بس ما بعد بديت فيه الا في اخر 2016 زي ما شفتوا انتم الان. يعني بديت اطلع شوي، بديت على المجال نكثر يكثرون في ابو داهم. طيب هل عمرك كرهت اليوتيوب؟ والله شوف، حد الايام اذا جاك صار الدعم سيء انك يا اخي يجيك شيء انك تكره اليوتيوب كذا حد الايام، ثم اذا سويت بث مره ثانيه يجيك دعم كويس تستاكل اليوتيوب اكثر. ليه انت عسل؟ لاني انا لانكم انتم عسل فانا صرت عسل زيكم، لانكم انتم عسل وبقتوا علي عسل فصرت انا زيكم عسل. يا حبي لكم. هل في يوم من الايام تترك قناتك؟ صراحه ابدا الى الان ما افكر فيها ابدا. متى تنزل فيس كام؟ انا دائما اقول لو وصلت 10,000 يمكن، لو وصلت 10,000 يمكن ايه ويمكن لا. متى اخر مره انحرجت؟ مره اخر مره والله ما ادري، مبطت ما اذكر ايش السالفه بالضبط. طيب من الشخص اللي تثق فيه باليوتيوب او يدعمك بشكل عام عن اشياء بمحتوى القناه؟ شوف صراحه انا فيه يعني ما له شغل هذه الثقه او شيء، بس اللي يدعموني قسم بالله يعني ما قصروا، بين قوسين احباب ابو داحم هم اللي قسم اللي يدعموني وعززوني قسم بالله، يعني ما قصروا يعني والله ونعم فيكم كذا. قد عمرك حبيت يا ابو داحم؟ قلبي يحب البنات. لا 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 بعيد. هل انت راضي بالمبلغ اللي يجيك من اليوتيوب؟ اذا راضي قول كم يجيك المبلغ، واذا مو راضي كم يجيك مبلغ. تحتاج تاخذ سؤال اخوك برود اكس. اهلا وسهلا فيك يا برود اكس وحياك الله. صراحه الى الان لا ما اخذ، انا ما استلم ولا ريال من اليوتيوب. ايش السالفه؟ اني اول قدمت على شركه ورفضوني، فلان في اخطاء عندي بالقناه فلازم اصححها عشان اقدر اقدم على شركه ثانيه. طيب مين حفزك على اليوتيوب؟ صراحه شوف انا يعني على ما قال انا اول انا كنت انا السالفه انا هذه يبي لها سالفه، انا ان شاء الله يبي لها سالفه ان احنا نحط لها مقطع خاص. طبعا كنت انا اخوي كان عنده القناه، فكان هو اخوي طبعا بصراحة، فاخذت انا القناه وبديت بتلت في المقاطع وقلنا خلينا نستمر ساعدنا بعض دعمنا بعض لين ما طلعت القناه واحباب وداح مرفوعون اكثر واكثر. ودك تعذب شخص، كيف تعذبه؟ يا ساتر كذا ودك كذا تشوف شخص كذا تقرا معك كهرب. الكهرب اقوى شيء الفولت. متى حسيت انك مبدع؟ شوف متى حسيت انك مبدع؟ صراحه بلجت يا اخي، الجت دخلت من عماير، دخلت باك فلاي بالعمار هنا تعس انك بطل قسم بالله. وش اللي خلاك ادخل باليوتيوب؟ صراحه شفت الان قسم بالله الحين يعني صراحه شوف انا جازي عن نظام جراند، قلت بدل ما اتعب واصور بدون ما حد يشوف قلت خلنا اتعب واصور على ما قال. طيب إله الله طموحك توصل كم متابع؟ صراحه انا اتمنى يعني ابعد فوق 10,000. طيب عادة تفعلها دائما تتمنى تتركها؟ والله صراحة شوف العادة اللي فعلها والله إلى ما تخطر في بالي. طيب إذا عطاك فلوس وش بتسوي فيها؟ والله بحاول إني أشوف يعني بالنسبة للفلوس اللي تجينا الآن فلوس كثير راح أعدل من شوي من محتوى القناة أو شيء. بتلعب أسطورة الهجوة إذا نزلت؟ أكيد نعم. أنا ولا قناتي؟ أقول الصراحة أنت من قناتي فأختار قناتي لأنك أنتم كلكم معي. ويب ان شاء الله اذا وصلت 100,000 مشترك تنساني ان شاء الله. طيب يا شباب الله يعطيكم العافيه، بس قضت الاسئله تقريبا. لا والله في اكثر من اسئله، بس ان شاء الله في المقطع الجاي نجاوبها. ويعطيكم الف عافيه شباب وما قصرتوا معنا، والله يعطيكم الف عافيه. ولا تنسون اللايك والاشتراك يا شباب يا الحلوين، وبس السلام عليكم. معليش يا شباب، بس حاب اني قبل انهي المقطع اني اقول لكم انا راح تقريبا اقرا شوي الاحد والايام هذه بس تقريبا، بسبب اني راح اسافر اهل الشرقية واهل البحرين ان شاء الله جايين لكم. ازيد شباب تبغون تشوفون يومياتي والاشياء الحلوه هذه كلها راح باذن الله تكون على سناب شات. سناب شات راح اكتبه لكم الان بالشاشه، واذا ما لحقت عليه تلقاه تحت بالوصف، هو حساب انستغرام اي دي اذا تبغى تلعب معاي
واذا تبغون تدخلون جروب يا شباب احباب وداخل بالواتساب تلقون الرابط تحت بالوصف، اتمنى اكبر عدد يجي وبس تدخلون يا شباب. ويلا الان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.